السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم نشوف ازاي ننشئ البيكسل ارت في بلندر. اول شيء هننشئ موديل عندنا، وليكن اي موديل ممكن ننشئ سيارة. فنبدأ ببلين، هنضيف هنا البلين، وهنضيف بعد كده لوب كات، ونضيف الميرور موديفاير، بعد كده ممكن هنا نضيف لوب كات سكيل في الواي زيرو، نضيف كنترول بي، وهنا وليكن نحرك هذا الجزء، هكذا. بعد كده ممكن نضغط اكسترود، بريدج ايدج لوب، وهنا بريدج ايدج لوب، حذفت هذه الفيسز مؤقتا. ممكن نحذف كل الفيسز هذه، هعمل هنا فيل لهذا الجزء وفيل لهذا الجزء. طبعا ده شكل بسيط، مش مهم عدد التفاصيل، ولكن ممكن نضيف هنا سيلندر، السيلندر وليكن 24، وروتيت حول ال واي 90 ديجريز، وسكيل سكيل في الاكس، موف هذا الاتجاه. ممكن نعمل هنا انست وانست، وموف في اتجاه الاكس، وانست واكسترود في هذا الاتجاه. طيب ده كلام سليم. ممكن نضيف بعد كده ميرور في اتجاه الاكس والواي، ونختار هذا الاوبجكت. نلغي اتجاه الواي ونضغط شيفت دي في اتجاه الواي، هكذا. طيب بعد كده ممكن اننا نضيف سلايد هكذا، وسلايد بهذا الاتجاه، واكسترود نختار اتنين فيسز، ونضغط هنا بريدج. ممكن نختار اتنين ايدجز واكسترود في هذا الاتجاه، ونفعل كليبنج واكسلي الفيسز. بعد كده هذا الجزء ممكن هنا نعمل اكسترود، يكون ده الهيدلايت، شيفت اس كورسر تو سيلكتد، نضيف هنا وليكن سيركل، السيركل دي تكون
ويكون 16 ويسكيل روتيت حول الاكس 90 ديجريز وسكيل هكذا موف في اتجاه الواي واكسترود في اتجاه الواي بعد كده نعمل ميرور في اتجاه الاكس. طيب يعني مبدئيا احنا كده يعتبر انشأنا الموديل. ممكن نضيف بعض التفاصيل زي ان الشكل ده يكون هكذا وجزء ده سكيل في اتجاه الواي هكذا وموف في اتجاه الواي. طيب ده كده يعتبر انشأنا الموديل. موديل بسيط. اول شيء احنا في الاي في هنفعل امبنت اوكلوجن اضيف هنا ده كده الديزاين. هضيف بعد كده الفلور هضيف عندي ده كده اسمه الفلور هضيف بعد كده area light area light هتكون في هذا وليكن الاتجاه ويكون السايز قليل وليكن 0.1 wheel power وليكن 90 طيب دلوقتي الماتيريال عندي خلينا نشوف في الريندر فيو دي الماتيريال عندنا هنزود هنا اللايت وليكن خلينا نقول وليكن 400 او 250 ممكن نقسم الشاشة في هذا الاتجاه هيكون هنا الشيدر ايتر هنضيف هنا RGB شيدر تو RGB بحيث نوحد اللون بعد كده نضيف الكالر رامب. طيب احنا عايزين اللون وليكن ان اللون يكون عندي هذا اللون وليكن هذا اللون خلينا نقول هذا اللون مثلا هذا اللون هذا اللون افتح شوية هكذا ودرجة منه برضو نفس الدرجة وليكن اغمق هكذا لو جينا نبص على الريندر فيو هنجد ان دي هي الدرجة اللي عندنا فاحنا كده وحدنا اللون. طيب نسينا نضيف هنا حاجة اسمها ديسيميت موديفاير ده بدون الديسيميت وده بالديسيميت ممكن نخليه وليكن بوينت فايف. طيب بالنسبة للويل نفس الموضوع ولكن هتكون باللون الأسمر كار ولكن هتكون باللون الأسمر هنا ده كده باللون الأسمر ده باللون الأسمر هكذا نفس الموضوع وهنا ده كده هتكون باللون الأبيض هكذا. طيب
برضو الفلور نفس الموضوع نفس الماتيريال. بما اننا مستخدم ايفي طبعا الار جي بي او شادر تو ار جي بي دي بيشتغل فقط على الايفي. هنضيف هنا الكالر رامب ونقول ان الفلور يكون لون واحد من هذا اللون وليكن اللون البن كده، يبقى ممكن نقول ده اللون المكمل ليه، او مثلا لون هنا كده نفس الموضوع هنا. طيب خلينا نشوف النتيجة. طيب دي عندنا نتيجة، ممكن نضيف هنا الكاميرا هيكون هنا الاثنين 100 بكسل ونظبط هنا الكاميرا فيو، ممكن نعمل سكيل ونظبط هنا الكاميرا فيو. ممكن نزود الديسيميت مفيش مشكلة، نخليها 0.6. طيب في الفيلم هنا خلينا نعمل رندر الأول ونشوف النتيجة. طيب دي النتيجة عندنا، نتيجة سموس. عشان نتلاشى هذا الموضوع نخلي الكوميدي 0.1 وليكن، هنلاقي فعلا احنا حصلنا على بيكسل ارت. حتى لو قلنا ده 0.01 هنحصل على البيكسل ارت. طيب في عندنا ايضا اننا كل ما نقلل الكوميديات ريزوليوشن وليكن 64، يبقى اذا النتيجة النهائية حصلنا على البيكسل ارت بخطوات بسيطة. ممكن نقول لو عايزين نلغي الفلور ونقول الفيلم ترانسبيرنت، فكده هنحصل دي مثلا ايقونة بيكسل ارت، دي تنفع في تصميمات التو دي جيم. طيب خلينا نعمل ريكاب ملخص الدرس. اشتغلنا على الايفي، السامبل الديفولت، حصلنا على الامبنت اكلوجن، مصدر اضاءه واحد، الماتيريال كلها ثابته، برينسيبال بي اس دي اف، وبعد ذلك في شيدر تو ار جي بي. وناخد بالنا ان الشيدر تو ار جي بي تعمل فقط في الايفي غير موجوده في السايكل. وبعد كده الكالر رامب، وقللنا هنا ريزوليوشن 100 أو 60 50. كل ما نقلل الكوميديا هنحصل على بالفعل البيكسل ارت زي ما احنا شايفين الريندر في اقل من ثانية واحدة، نص ثانية نحصل على الريندر النهائي. طيب ده كده كان ملخص درس اليوم. الدرس القادم ان شاء الله هنشوف ازاي نتعامل مع الهاند بينتد تيكتشر او التلوين بالخامات.